نمشي مباشرة للغبغيك اللي انت حكيت برشا في الاقتصاد وفي رؤيتك الاقتصادية، ولكن باش نزيدو نفهمو كقاطرة لكل اي تحدث على الرياضة. الانعاش نجم تعمل رياضة من غير تنمية اذا كان ما ثمش تنمية، واذا كان ما ثمش شركات ناجحة وقت اللي تجيه لبنى باش تاخذ سبونسورينج منين مش يجيها. الاعلام اليوم تاعب، علاش؟ خاطر ما ثماش تنمية، وعلى خاطر ما ثماش قانون. دائما نفس الشيء، التنمية والحوكمة الرشيدة. ما ثماش قانون يجبر الشركات بأن تمول كما في العالم المتقدم، تمول القطاع الخاص، يعني القطاع العام نمولوا فيه من الضرائب نتاعنا. يعني راي امور معروفة مش لازم، ولكن يلزم فيها تخطيط. انا البرنامج هذايا حضرته على 8 سنوات وهو اليوم جاهز كاملا للتطبيق للتفعيل مباشرة في 30 يوم، وتو نقول لكم كيفاش.